من العام لحزبي الكرامة محمد الداوي خلال تجمع شعبي نشطه بولاية وهران، دعا المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن مناضليه عبر مختلف ولايات الوطن يعملون على توعية المواطنين إذن بضرورة المشاركة في هذا العرس الانتخابي. رسالة حزب الكرامة هي دعوة المواطنين الجزائريين بصفة عامة ودعوة إطارات حزب الكرامة ومناضليه بالذهاب بقوة يوم 7 سبتمبر للانتخابات الرئاسية، لأننا في حزب الكرامة نعتقد بأن نسبة المشاركة المرتفعة هي الحصانة الحقيقية للجزائر، هي الوقود الذي نستطيع أن نزود به الرئيس القادم للجزائر ليكون صوته قويا، صوته فاعلا، صوته مزلزلا في الأمم المتحدة وفي مختلف الهيئات الدولية، لأننا كجزائريين الآن لنا عودة مع أصالة دبلوماسيتنا اللي هي رفع رؤوس الجزائريين في الخارج خصوصا في قضايا الشعوب المظلومة.